أو من غير الممكن التقاطها لا أستطيع إمساكها. هل نجربها؟ ديما، هيا ضعه في فمك. موضوع حلقتنا اليوم عن أطعمة مثيرة للدهشة. أوه، لقد سحقت عيني. أغرب وصفات الطعام الآسيوي على الإطلاق. رائحة الزلابيا مقرفة حقا، والمقبلات التقليدية. إيه، والطبق الأهم على هذه الطاولة هو بالتأكيد بيض الخروف. وبالطبع لم أتذوق البط بهذا الشكل في حياتي بعد أبدا. لماذا يخرج الفيتناميون للصيد في حوض؟ انظروا جيدا إلى حجم هذا القارب، هكذا يبدو قارب الصيد في فيتنام. أصدقائي، حلقتنا الجديدة شديدة الخطورة اليوم. نحن في فيتنام حيث يأكلون الأفاعي والجرذان والصراصير والعقارب ولا يوفرون حتى البراغيث. سنجرب اليوم كل ما تخافون وضعه داخل أفواهكم. هيا بنا. في اليوم الأول قررت أن أجرب طعاماً شعبياً في الأسواق، فاقترح علي الأصدقاء هذه التجربة. وجبة تدعى وجبة بيض الخروف. اليوم صديقاي الفيتناميان سام ونينغ، هيا بنا، قاما بدعوتي لتجربة بيض الخروف. ما هذا؟ هذه دماء. دماء؟ نعم. تقصدين دماء نيئة؟ دماء غير مطبوخة. دماء خروف نيئة. نعم. غير مطبوخة؟ أجل. حسناً، لتحضير هذا الحساء تضاف إلى مرق اللحم بضع ملاعق من دماء الخروف النيئة. يجب أن تكون الدماء باردة، لذا تحفظ في عبوة مياه. بعدها يضاف اللحم المقطع قطعاً صغيرة إلى الخليط. يبدو كحساء الشوندر، ولكن بدل أن يضع القشدة فوقه زينوه بالفستق. أضف إليها الليمون. لا 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 تحركها. لا، كلها كما هي. حسناً، لن أحرك. حسناً. يحوي مرق اللحم الكثير من الهلام، لذلك عندما يبرد الطبق مع الدماء يصبح أشبه بحلوى هلام دموية. تناوله وحسب. أضف الفستق. تذوقه هيا. هل علي أن أتناوله حقاً؟ أن أضعه في فمي وستكون الأمور بخير؟ أتذوقه وحسب. إنه كحلوى الهلام. يقولون إنه كحلوى الهلام. نعم. إنه لذيذ، لذيذ حقاً. هذه المرة الأولى؟ نعم، المرة الأولى. أول مرة أجرب الدماء النيئة. جربت الدماء مع شرائح اللحم نصف المطبوخة من قبل، ولكن شرائح نصف مطبوخة. ولكن هذا مختلف تماماً. كان هذا الحساء يحضر عادة من دماء البط، ولكن قل استخدامها بعد إنفلونزا الطيور. خشي الناس العدوى، علماً أن دماء الخروف أو الخنزير التي استخدموها بدلاً من دماء البط يمكن أن تكون أيضاً مصدراً للعدوى ببعض أنواع البكتيريا التي تسبب خدر الأطراف أو الموت حتى. إليكم تقريراً عن وفاة شخصين بسبب تناول حساء الدماء هذا. انظروا ما فعلته بكتيريا الخنازير بساقي أحدهم. لذلك انتبهوا، فتجربة هذا الحساء خطيرة للغاية. إن طعمه قريب جداً
من طعم هلامي اللحم بالأعشاب. على العموم، تناول الناس حساء الدماء حول العالم، ففي اليونان القديمة خلط الإسبرطيون الدماء بالخل وأضافوا هذا الخليط للحوم وقاموا بطهيها، ودعي هذا الطبق بالحساء الأسود لإعطائهم القوة. وفي الولايات المتحدة أحب بنجامين راش أحد الآباء المؤسسين هذا الطبق، وكذلك أحبه الألماني أدولف هتلر. أيضاً في بيلاروسيا يوجد حساء يحضر بطريقة مشابهة من دماء الخنازير الطازجة، أما في شمال ألمانيا فيسمى هذا الحساء شفارتس ساور، ويعني الأسود الحامض لأنه يحتوي على خل حامض. أما في كوريا فيدعى هذا الحساء بخيجان كوك الذي يحتوي دماء ثور مجمدة، وتترجم التسمية إلى حساء السكر، حيث يشرب صباحاً أكثر مما تشرب المياه. الحساء كان مقبلات، أما الآن فيحضرون لنا الطبق الرئيسي. أصدقائي، ما هو الطبق الذي ينتظرنا اليوم باعتقادكم؟ أحضروا لنا قدراً من المرق يحوي كمية كبيرة من الخضروات. شكل هذا المرق مشابه لشكل الحساء العادي، لكن لن نتناوله، وإنما سنغمس فيه الطبق الرئيسي، والذي هو بيض الخروف الذي ينتظر المرق ليغلي. إذن هذا هو الحافر، وأضفنا إليه قطعة من القلب، والطبق الأهم على هذه الطاولة بالتأكيد هو بيض الخروف. ها هي هنا، علي فقط أن أغمسها في المرق. نعم، لعشر ثوان. 1، 2، 3، 4، 5، ليس بهذه السرعة. توترت فعلا. أغمسها؟ هل أغمسها؟ نعم، غمسها. هل أسحبها؟ نعم، اسحبها. حسنا. ضع بيض الخروف في الصلصة واستمتع بالطعم. طعمه شبيه بطعم السالو، وقوامه أيضا، وملمسه داخل الفم يشبه السلو غير المملح مع الصلصة. ليست هناك طريقة مميزة لتحضير هذا الطبق، فقط يغسل بشكل جيد ثم ينقع ويقدم. حان دوري الآن. نعم، دورك. ألم تجربيه من قبل؟ لا أبدا. هيا، يمكننا اقتسامها. لا يمكنك أكلها كلها. هل تشاركت وجبتك مع أحد من قبل؟ اسأل زوجي. عليك أن تنتبه منها، أشعر أنها تستهلك الكثير من الطعام. رائع. كيف وجدتها؟ لذيذة، أعجز عن وصفها. لذيذ جدا. حسنا، لكن لن أعيد التجربة أبدا. لا نعرف ما هذا الشيء، ولكنه سلق جيدا. أظنه غشاء البيضة الخارجي. شيء ظريف. إنه غشاء البيضة الخارجي. لا تجزم قبل أن تجرب. حسنا، هيا سوف أتناوله الآن. كأنه عضلة. ربما هو كذلك في الحقيقة، لا أدري. ما هذا باعتقادكم؟ اكتبوا لي، لربما جربتموه من قبل. لم نتناول الطبق في مطعم مخصص له، بل في مطعم عادي يرتاده المحليون بقرب السوق. هل هذا الطعام شائع جدا بين الناس هنا في فيتنام أم لا؟
نعم، لا سيما عندما يشرب الشباب الكحول، فهو من المقبلات الشائعة للبيرة. وما هو أكثر أطعمة البروتينات التي جربتها ندرة؟ ندرة؟ أقصد ما لا يأكله السكان المحليون عادة. أجل، فهمت عليك. أنواع حشرات مختلفة. حشرات؟ نعم نعم نعم، جربت أنواعا متعددة من الحشرات. وهل أعجبتك؟ نعم أعجبتني. أصدقائي، لم أعتقد أبداً أنني سأتي بكم إلى معمل كهذا الذي هنا. ها قد وصلنا، وصلنا حقاً، معمل لإنتاج وتربية الخنافس تباً. هذه المنشأة الأضخم في سايغون لتربية وإنتاج الخنافس. هذه خنفساء، يمكن التقاطها. حقاً إنها خنفساء بشاربين. يعد السيد تونغ ملك تربية الحشرات في فيتنام. لدي هنا ما بين 500 إلى 600 ألف صرصور ليلي. من 500 إلى 600 ألف؟ إنها تعيش في سلال كهذه، في كل منها حوالي 500 حشرة فقط. انظر ما أكبره. تعيش الحشرات في سلال كهذه على سعف النخيل أو في علب كبيرة مزودة بكل الشروط اللازمة من غذاء ورطوبة وظلام. يربي السيد تونغ إلى جانب صراصير الليل بعض الحشرات اللذيذة كحشرات الماء. انظروا إليها. هذا هو طبقنا الألذ هنا. والعقارب السوداء، أليس الإمساك به هكذا خطر؟ بالطبع خطر، سيغمى عليك لو لدغك، إنه سام للغاية، سترتفع حرارتك وقد تموت. لا أفهم كيف يلمس، هل لديه مناعة؟ نعم، لدغتني عدة مرات ولذلك لم أعد أخاف، لكن من الأفضل ألا تلمسها وإلا لدغتك وحينها علي إنقاذك. هل أنت من هنا ديما؟ قل لي، أجل، هل ستجرب العقارب؟ هل رأيت ردة فعلي؟ سأجرب هذا بشرط واحد فقط. صديقي ديما عاش نصف حياته في روسيا ونصفها الآخر في فيتنام. غداؤنا اليوم هو صراصير الأرز المحشية بالفستق مع الطماطم والخيار وطبق حشرات الماء. أما الطبق الرئيسي اليوم فهو يا أصدقائي العقارب السوداء. ولكن بما أنني لن أجرب هذا لوحدي، مع اليوم ديما صديقي من فيتنام. لقد ترعرع ديما في فلادي فيستوك، وأيضا لدينا جوان. جوان؟ فيتنامي بحت، ولم يزر فلادا فيستوك أبدا. هل زرتها من قبل؟ يقول إنه لم يزرها. لا، لم يزرها. فيتنامي بحت. جوان، ما هي الأطباق المعروفة لك؟ لم يجرب أي منها من قبل، إنها أول مرة. لم تجرب أي منها؟ لم أجربها. ولكن هذه أطباق فيتنامية، ليست شائعة في فيتنام. يقول إنه لا يعرف هذه الأطباق. هل تقدم هذه الأطباق للسياح؟ في الحقيقة غالباً ما يجرب السياح هنا صراصير الليل، ولتحضيرها تجرد من قشرتها وتوضع في كل منها حبة من الفستق. ألا تحب الفستق؟ لم أتناوله مع الصراصير من قبل. تقلى بعدها في مقلاة عميقة. يسألك الطباخ إن كنت تفضلها مقرمشة أم لا؟ أفضلها متوسطة القرمشة، وفي النهاية تقدم مع الثوم والتوابل لنحصل على مقبلات زكية الرائحة. هيا بنا. الطبق الأول صرصور الأرز. إنه مقرمش. إنه لذيذ. طعمه كرقائق البطاطا. انظروا، ديما وجوان مترددان في تجربة الطبق.
ألا تريد أن تجرب؟ بإمكانك الهرب. صديقاي هنا يريداني أن أنتهي من تناوله أولاً، وإن لم أمت خلال 5 دقائق فحينها سيأكلان. أليس هذا ما تفكران به؟ ماذا؟ كما قلت، ولكن أفضل لو تناولت رقائق البطاطا. نعم، الطبق الثاني هو طبق حشرات الماء، وهو أحد أفخر الأطباق هنا على الإطلاق. هذه الحشرات غالية الثمن، 3 منها بسعر حفنة كاملة من الحشرات، ولهذا تحضر بحذر. تزال قشرتها القاسية ويصب عليها الماء المغلي بعدها، وتقلى قليلاً لكي لا يزول طعمها ولا رائحتها. أصدقائي، سننتقل إلى حشرات الماء، هيا بنا. هنيئاً لكما. هل أتناولها أولاً؟ لماذا علي أن أبدأ دائماً؟ أنا أنتظر. يعجبني أن هؤلاء الفيتناميون لا يأكلونها. إنه لين، نعم. أوه، لقد سحقت عيني. إنه لذيذ للغاية. كان علينا تركه للتحلية. هناك طعم فانيليا يظهر في النهاية، مليء بالعصارة. أثرت حماسي بهذا. هيا جرب. لا أستطيع. هل يتهشم رأسه في الفم؟ وتتهشم عيناه. لا. هيا، إنه لذيذ، حلو المذاق. ماذا يمكننا القول؟ حشرة الماء هي حشرة الماء. نعم، هناك طعم فانيليا. طعم الفانيليا في حشرة الماء هو روائح تفرزها ذكور الحشرة كي تشد إليها الإناث، لذلك يفضلون تناول الذكور في فيتنام. كما تباع أيضاً زجاجات عطر خاصة بهذه الرائحة، وهي زجاجات غالية الثمن. في هذا المطعم في سايغون تحضر إحدى أغرب الأطباق التي جربتها في حياتي. في الحقيقة لم أجربه بعد، ولكن سأجربه الآن. هيا. يبدو شكل المكان كمطعم عادي يباع فيه طبق مشهور هنا يدعى بانكون. انظروا كيف يطهونه. لتحضير العجينة يصب حليب الأرز على المقلاة وتغطى، وخلال دقيقتين تصبح الرقائق جاهزة، ثم تزال بوساطة عيدان خاصة. انظروا كم هي رقيقة ولينة أيضاً. تحشى الرقائق بلحم الخنزير، ويضاف إليها البصل المقلي وبعض البقوليات أيضاً. وكحال جميع البلدان في قارة آسيا، هناك الصلصة التي تغمس فيها الأطعمة، إلا أن سر هذا الطبق يكمن في هذه العبوة التي تحوي قطارة خاصة تضاف نقطة واحدة إلى الصلصة. إليكم الصلصة الخاصة التي تحضر من مفرزات البراغيث. تابعوا ماذا سأقوم به الآن. ها أنا أغمس الفطيرة الفيتنامية في صلصة البراغيث. لن تصدقوا، لكن تبدو الرائحة شهية جدا، رائحة رائعة. حسناً. تحولت هذه الفطيرة إلى طبق تحلية بطعم الكراميل في النهاية. يبدو أن غدد البراغيث فعلاً لذيذة، نعم، وشهية أيضاً. تضاف هذه الرائحة التي تحاول
الحشرة أن تبعد بها مفترسيها إلى الصلصة. نعم، هذا هو الطعم الأساسي في هذا الطبق، وفي الحقيقة إنه لذيذ جداً. إن طعمه رائع حقاً، لم أتذوقه من قبل، ولكنه رائع. أحب هذه الأشياء. لنعد إلى مزرعة الحشرات. بقي علينا أن نجرب طبقاً واحداً فقط. هل كل شيء بخير؟ كل شيء على ما يرام؟ نعم، ينتظرنا الآن السيد عقرب. تفضلوا، خذوا 2-2 ولا تخجلوا أبداً. لن تأخذ 2؟ لماذا؟ لا؟ أنا لا أفهمك. تفضل، إنها تكفينا جميعاً. لقد لدغتني حشرة. إنها تنتقم منا بالطبع. نعم. يحضر الطبق بسهولة، فتوضع العقارب في الزيت حتى تطهى جيداً، وتقدم مع الجرجير. هل يجب أن أكله كاملاً؟ نعم، أظن ذلك. كاملاً مع الذيل؟ أزل الإبرة فقط. نعم، حسناً، سأزيل الإبرة أيضاً. سأكله حاراً في البداية. هل تتخيل كيف تنبلج هذه السوائل من داخل جسمه؟ هذا شيء لا يصدق. شكراً ديما، شكراً. أنت حقاً تختار المواضيع المناسبة للنقاش على طاولة الطعام، وتضفي جواً من الإلفة، وتساعد في فتح الشهية. حقيقة لم أفهم الغرض من طهي العقرب أبداً. لديه مقارض قاسية جداً. سأجرب واحداً أيضاً، هذه المرة مع الصلصة، لكن لن أزيل الذيل، بل سأضعه فوراً في فمي. نعم، الآن. لا أعرف، لا أشعر بأي طعم أبداً. يبالغون في تقييم العقارب فعلاً. جربها. أنا حقاً اكتفيت من الطبق السابق. يقول لو أنه قلي لفترة أطول لكان لذيذاً. حسن. أجل، يقول طعمه عادي. مع العلم أن العقارب قد قليت لفترة طويلة بالفعل. في الحقيقة من كل ما جربته أفضل حشرة المياه، إنها الألذ. طبق شهي. أهنئك بالفعل، بقي لدي نصف حشرة، لو أردت يمكنك أن تكملها. ربحت الجائزة. You like this in the vibe clocked in feeling good I'm lit counting bands up man as a shit I'm sick going hand diamonds jam. نحن الآن في السوق الليلي في مدينة سايغون، والتي تسمى رسميا بخوشيمين. تشتهر الأسواق الفيتنامية بتنوعها الشديد وأسعارها الزهيدة. سأحاول اليوم أن أتذوق كل شيء، وسأحسب كم سيكلفني هذا المال. هيا بنا، هيا لنرى ذلك يا أصدقاء. هذا تايلاندي وهذا فيتنامي. سوف أجرب الخيارين،
وفقا للطريقة التايلاندية تقطع أرجل الدجاج إلى قطع صغيرة وتخلط بالأعشاب والتوابل وتضاف صلصة السمسم. الخيار الفيتنامي أبسط، حيث توضع في كأس بلاستيكي. طبق لذيذ للغاية، إنها مقرمشة وحامضة بعض الشيء، أحببتها حقا. نعم، طعام فيتنامي لذيذ. سأتذوقه. الطبق التايلاندي. كثير التوابل، إنه حار وحلو معا. أنا أتصبب عرقا. أشعر بالحر الشديد. رائع، أرجل لذيذة. هيا لنكمل. طعام الشارع التايلاندي لذيذ وزهيد الثمن. هناك طبق واحد أغلى من دولارين. إنه أمعاء وأعضاء الخنزير. يتكون الطبق من أمعاء وكلى وكبد. سيشعر البعض أنه مقرف، والبعض سيعده شهياً. أنا أحب هذه الأطباق حقيقة. تقدم الأعضاء مع المرق، وها هي العشبة التي تضاف إليها. إنها الكزبرة الفيتنامية زاو زام، يلفظ حرف الراء كحرف الزاي بالفيتنامية. عادة ما تضاف إلى أطباق عديدة لتعطيها رائحة وطعما مميزين جدا. هنا أجزاء من المعدة والكبد والكلى. رائحة مميزة، ربما يطهونها بحليب جوز الهند. إنها لذيذة. لذيذة ولينة للغاية، رائعة جدا. تقول الأسطورة أن الفيتناميين بدأوا بتناول كل ما يتحرك بعد الحرب مع أمريكا. يقال إن الأمريكيين سمموا الأدغال وقتلوا أعداداً كبيرة من قطعان الحيوانات التي عاشت فيها، لذلك كان على الناس أن يأكلوا كل ما يقع بين أيديهم بما فيه الحشرات وكل ما يتحرك. انتبهوا قليلاً الآن، الفيتناميون لا يتكلمون الإنجليزية حتى وإن تظاهروا بذلك، لذا إن كنتم لا تعرفون اسم هذا الطبق فغالباً من الصعب عليهم أن يقوموا بمساعدتكم. المعذرة، هل هذا فطر؟ نعم. عفواً، أريد أن أتأكد إن كان فطراً أم لا. متأكدة؟ نعم. أخذت الطبق الذي زين بالفستق وأضيفت له الصلصة الحارة والحلوة. ها هو الفطر مع الصلصة الحارة، سنجربه. إنه لا يقرمش كالفطر، وإنما كرقائق البطاطا. إنه هش للغاية ومقلي جيداً. إنه يذوب في الفم. وبعد أن تناولته فقط أخبروني بالحقيقة كاملة. أخبار سيئة، لقد اقتربت من الشباب وسألتهم وأكدوا لي أن هذا ليس فطراً، إنه قنفذ البحر. إنهم يأكلون فقط بيض السمك أو السائل الموجود داخله. كان علي تناول ما في داخله فقط، أما الهيكل الخارجي فهو صدفة لا تؤكل حتى لقد أكلت هذا الشيء. مقلي جداً، إنه يذوب في الفم. على الأقل لم يكن غالي الثمن، سعره دولاران فقط. أريد واحدة من هذه.
يحب الفيتناميون أخذ محارة طازجة وكبيرة ويضيفون إليها اللبن والثوم أو يضيفون جبنا رخيص الثمن ثم يشونها على الفحم هكذا. يدعى هذا الطبق خاونو فوماي أي المحارة بالجبن. يعد المحار من أرخص الأطعمة هنا كما أنه طعام شعبي شائع رائع. لكي تدركوا إلى أي درجة المحار رخيص هنا، تباع هذه المحارات في سوق شعبي. أما في أوروبا وأمريكا فإن سعر المحارة الواحدة نصف دولار على الأقل. كم سعر هذه؟ 25,000 للكيلوغرام الواحد. 25,000 دونغ يعني دولاراً واحداً لكل كيلوغرام. المأكولات البحرية في فيتنام هي الأرخص في العالم كله. سعر كيلو القريدس دولار واحد أو اثنان لا أكثر. كم تعتقدون سعر الكراكندي هذا؟ كم سعر هذا؟ سعر الكيلوغرام من الكراكند هو فقط نصف دولار يا أصدقاء. لذلك لو أردتم أن تسعدوا أنفسكم بتجربة المأكولات البحرية الرخيصة هنا، اذهبوا إلى سوق الأسماك واشتروها بكميات كبيرة وحضروها بأنفسكم. في البداية دعونا نجربها مع القشدة. لا، في الحقيقة بالكاد أشعر بطعم المحار. هناك صلصة حارة ولبن يطغى على مذاقها. نعم، لنجرب الثانية، إنها مع صلصة الجبن. مع أن المحارة هذه أصغر إلا أنني أشعر بطعم أقوى الآن. برأيي هذا بمثابة تحريف، إنه تحويل منتج ثمين ومهم إلى طبق مقلي غير لذيذ. للحصول على المأكولات البحرية الطازجة ذهبت إلى إحدى قرى الصيد والتي بنيت وسط مياه البحر في فيتنام، ولكن الوصول إلى هناك لم يكن سهلاً. لقد اتفقت مع هذا الشاب على أن ينقلني إلى هناك، لكن لم أفهم بأي وسيلة سينقلني إليها. في الحقيقة لم أبحر من قبل على متن قارب كهذا. المهم أن تحافظ على توازنك. يجب أن أتوازن. نعم، سأتوازن. حسناً. واو 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 واو. هذه القوارب شائعة جدا بين الفيتناميين من أيام الاستعمار الفرنسي، حيث كانت هناك ضريبة خاصة على الرأس المدبب لكل قارب ويدفعها الصياد. لذلك قرر الفيتناميون ابتكار قوارب دائرية للتهرب من الضريبة التي فرضت عليهم. في البداية صنعوا هذه القوارب من الخيزران، أما الآن فيصنعونها من البلاستيك. انظروا إلى حجم هذا القارب، هكذا يبدو قارب الصيد في فيتنام، قطره بطول قدمي. هذا القارب عبارة عن حوض. نعم، حوض. إنها تجربة فريدة. انظروا كيف يقود هذا الشاب القارب بمجذاف واحد ببراعة. المشكلة الأساسية في قيادة هذا القارب أنه لا يمكن الالتفاف، فالقارب يتحرك مع كل موجة صغيرة من الخارج ومع أي حركة من الداخل. لكن هل ترون حقيبتي؟ بداخلها طائرة مسيرة وكاميرا والكثير من معدات التصوير. أخشى التحرك أو الوقوع. تطفو قرية الصيد هذه على براميل بلاستيكية ترصف فوقها ألواح. تؤدي هذه الألواح وظيفة الشوارع هنا. عندما وصلنا رفض الشاب أن يرسو وكان من الصعب التفاهم من دون أي جدال. هناك توجد كلاب ومن الممكن أن تهاجمنا. حسناً، وهناك؟ هناك أيضاً يمكن أن تهاجمنا الكلاب. بالطبع تهاجمنا الكلاب. لا أفهم، أنا لا أفهم ماذا تقول. وفي النهاية رفض الشاب أن يرسو في قرية الصيد حيث يمنع دخول الغرباء إليها، وبذلك كان علي العودة
والطلب من والد هذا الشاب إغراء ابنه بالمال، لكن الوالد لم يكن سعيداً بهذا أبداً. من الواضح أنهم لم يكونوا سعداء بدخول الغرباء إلى قرية الصيد، لذلك وجدت بحاراً آخر مع قارب أكبر. ها أنا أتوجه ثانية إلى الصيادين على قارب كبير. هذه المرة لقد رفض الشاب الذي أقلني في المرة السابقة أن يعود معي بسبب حركة القوارب الكبيرة هنا والتي قد تقلب قاربه الصغير. تين أحد سكان قرية الصيد ويملك مزرعة كبيرة لتربية الأسماك مقارنة بالمزارع المحلية. يربي تين في مزرعته الأسماك والمأكولات البحرية بما فيها الرخويات. انظروا إلى بيت الصياد الفيتنامي، إنه عبارة عن غرفة صغيرة فيها سرير وطاولة تستعمل ككرسي، وأيضاً هناك خزانة، كما يوجد معبد هناك أيضاً. انظروا إليه. الفيتناميون متدينون للغاية، وفي الوقت الذي عينت فيه كوختين قرر البحار الذي أقلني الهروب. لقد رحل البحار الذي أقلني قبل قليل. هل سيعود إلى هنا؟ نعم، لكن متى؟ إلى هنا. نعم، عندما كنت أصور قرر البحار تشغيل القارب والرحيل. ليس لدي رقمه حتى، وقد أشفق علي صياد وقال إنه سيوصلني إلى الشاطئ. سنستقل القارب الدائري، كذاك القارب الأول. هل أعطيك حقيبتي؟ اللعنة، هذا مقلق. أشعر بالتوتر. سأقفز إلى هذا القارب وسوف نبدأ بالالتفاف. حسناً، هيا. كنت قلقاً بشأن معداتي في القارب. حاولت أن أنزل بسلاسة في القارب ولكن لم أتمكن. في البداية أخرجت الكاميرا وبعدها عدت لأجل الحقيبة التي تغرق، وفي هذا الوقت تسربت المياه إلى القارب. استغرق الأمر عدة ثوان. اللعنة، اللعنة، كدنا نغرق. أغراضي، هناك كل أغراضي، لقد ابتلت جميعها. الطائرة وأجهزة التصوير. اللعنة، اللعنة. أنا مبلل. يجب إنقاذ كل التجهيزات قبل أن تتبلل من الداخل. لا أريدها أن تتعطل أبداً. هذا جيد، الطائرة غير مبللة. رائع، العوارض مبللة. لكن هذا غير مهم الآن. نعم، غير مهم. المهم أن الكاميرا جافة. الجوال، الجوال، الجوال جاف. نعم، كل شيء على ما يرام. هذا رائع. نعم، رائع. اللعنة، نعم، الجوال جاف، كل شيء بخير. أنا سعيد، سعيد جدا. حالفنا الحظ، تمكننا من الخروج مبتلي القدمين فقط. كدنا نغرق يا صديقي. شكرا جزيلا لك. لقد حاول مساعدتي لكن لم تجري الأمور بخير. هذه القوارب خطيرة للغاية. هل سوف نحاول العودة؟ سأحاول الآن أن أتواصل مع أحدهم على الشاطئ كي يرسل قارباً طبيعياً من أجل أن يعيدني. نعم، سأفعل ذلك. لم أتوقع أبداً أن تكون على قيد الحياة. تسمى هذه ديدان جوز الهند. ها هي تتحرك.
لا أعرف كيف أمسكها، إنها كثيرة الحركة. أجل، منظر رائع. في الحقيقة أطباق ديدان جوز الهند وتربيتها ممنوعة في فيتنام لأنها تهدد الأمن الغذائي العالمي. ديدان جوز الهند هي يرقات سوسة النخيل والتي تعد إحدى أسوأ الآفات على الأرض. تأكل سوسة النخيل كل أنواع النخيل وتتغذى بشكل دائم عليها، بالإضافة إلى الموز وقصب السكر أيضاً. أخذت هذه الآفة بالانتشار بسرعة كبيرة في القرن العشرين. موطنها الأصلي هو جنوب شرق آسيا، وتم اكتشافها في الشرق الأوسط للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 1994 وصلت إلى إسبانيا عبر شمال إفريقيا، كما اكتشفت عام 2006 في فرنسا وانتشرت في أوروبا. أما في عام 2009 فعبرت المحيط لتصل إلى أمريكا، حيث انتشرت من كوراساوا في كل أنحاء أمريكا. وفي عام 2014 وجدت الآفة في سوتشي الروسية في إحدى النخلات التي جلبت من إيطاليا. لا تكتفي هذه السوسة بأكل الأشجار من الداخل، بل تنقل إليها أمراضاً مختلفة، وهنا لابد من قطع الشجرة وحرقها. بدأت هذه الآفة بالانتشار بكثرة في بعض مزارع النخيل في الشرق الأوسط، إلا أن هناك ما هو أخطر من هذا. تقول بلومبيرغ إن هذه الآفة التي كانت تصيب أشجار جوز الهند فقط في أندونيسيا وماليزيا سابقاً بدأت بإصابة الأشجار التي يصنع منها زيت النخيل، مما يؤدي إلى نقص إنتاجه. يحدث هذا مبدئياً على جزر باباو وكليمنتان، إلا أن زيت النخيل يعد أحد أهم مصادر الدهون في العالم، ولذلك قد يحمل هذا الانتشار تبعات خطيرة، وهو ما يسعد معارضي إنتاج الزيت، لذلك يكافحونها هنا. هذا هو سبب منع ديدان جوز الهند في فيتنام منذ العام 2013، إلا أنها شائعة جداً في فيتنام، ولذلك تقدم في المطاعم خفية وتخزن في صناديق في إحدى الزوايا من دون علم أحد. هل نجربها؟ ديما، هيا ضعها في فمك. إنها تتحرك. نعم، إن طعمها كطعم العلكة، لكنها دسمة للغاية. إنها لذيذة وتدغدغ اللثة. إنها تتحرك في فمي جيداً. وهل مضغتها؟ أوه نعم، هاتي هذه إلي، جرب أنت الآن. لا، لا أحب هذا. هل أنت فيتنامي أم لا؟ سأشعر بالسوء لو جربتها. انظر كم هي شهية. إنهم يحثونك على التجربة يا ديما. هيا. لكنها حية، ألا ترى؟ سيحرمونك من الجنسية الفيتنامية إن لم تأكل الديدان. كيف؟ طعمها حلواً قليلاً. أنا في الحقيقة لا أفهم أين رأسها. أين تعتقدونه؟ هنا أم هنا؟ ربما هذا هو الرأس، الجزء الأسود. افتح فمك. في الحقيقة هذا لذيذ، هذا ألذ بكثير من العقارب، وطعمه لذيذ كطعم صرصور الماء. ليس من الضروري أكل ديدان جوز الهند نيئة، يمكن أكلها مشوية، ستكون لذيذة أيضاً لكن أقل دسامة. في الحقيقة أعتقد أن شكلها كان أشهى وهي نيئة. إنها تشبه شيئاً ما وهي مشوية هكذا. ماذا تشبه؟ ماذا؟ اكتبوا لي في التعليقات إن عرفتموه. إلا أنها ما زالت لينة ودسمة. هيا دعونا نفتحها، انظروا إليها. من الممكن أن نجرب الآن. لون لحمها أصفر بشكل غريب ومقرف بعض الشيء. نعم. مم.
الديدان المشوية طعمها وملمسها اعتيادي أكثر من النيئة منها. لو لم أكن أعرف أن هذه هي الديدان التي كانت تتحرك قبل قليل لأكلتها بكل سرور وسعادة. هذه ألذ من تلك بكثير، وطعمها مقبول أكثر بالنسبة لي، أعجبتني. من الغريب أنها أعجبتك الآن، غريب جداً. نعم، أعتقد أنه من الممكن تجربتها، ومن الصعب وضع ديدان في الفم عندما تكون حية، لأنها تتحرك بداخله وهذا مقرف جداً، وبعدها تبدأ بالتفكير كيف ستنبثق عصارتها في فمك، وبسبب هذا سترتبك وستشعر بالسوء الشديد. ولكن بعد أن أرانا ستاس جوف ديداني ولونه الأبيض أصبح من السهل تذوقها، أليس كذلك؟ أصبح بإمكانك تذوقها. نعم، أسهل بكثير. نحن نواصل تعرفنا على سوق سايغون الليلي في محاولة لتذوق كل ما يقدمه. هذا هو الطبق الأكثر شهرة في فيتنام ويدعى بانتانغ توم تشينغ، وهو القريدس المقلي مع البيض، طبق رخيص ومغذٍ، وبالإمكان استبدال القريدس بالمحار أو الحبار أو اللحم أو بالبطاطا كما اعتدنا. أوصيكم بتجربة هذا الطبق في حال مللتم الأطباق الآسيوية التقليدية. يضاف على الطبق البصل والصلصة، ويأكل الفيتنامي عادة عدة قطع من هذا الطبق. ثلاثة أنواع مختلفة، ثلاثة أنواع مختلفة من اللحمة والمحار والقريدس أيضاً، إنها ساخنة. أصدقائي، هل تتكلمون الإنجليزية؟ أيها أعجبكم أكثر، باللحم أم بالمحار أم بالقريدس؟ وماذا أفعل بهذا؟ يؤكل الطبق بأوراق الكزبرة ويغمس بالصلصة. لتأكل من هذا الطبق تأخذ ورقة العشب وتلفها هكذا وتغمسها بالصلصة هكذا وإلى الفم. لا، ليس هكذا. كيف؟ أعتقد هكذا. ثم تأخذ الملعقة وتتذوق بها. لدي كاميرا في يدي، هذا غير مريح. هيا تعالي، تعالي إلى هنا. لذيذ. نعم، نعم، نان بالفيتنامية تعني لذيذ. حار قليلاً، دمعت عيناي. في الحقيقة أنا مستاء لأجل المحار الذي قلي جيداً. سأريكم إياه، سأقرب الكاميرا، إنها هنا. لا يمكن التعرف عليه في الطبق، فهو مخبأ بين البيض، لكنه طبق مفيد جداً ولذيذ للغاية. دعونا نتابع معاً. القريدس لذيذ جداً هنا، وهذا حبار من النخب الأول، وهذا حبار نخب ثاني أسوأ بقليلاً أيضاً. أما هذه فمعدة دجاجة، نعم، انظروا إليها. أما هذا ملفوف بأوراق، وهو شديد الشبه بأوراق العنب. هيا، هيا لنبدأ من معدة الدجاجة الآن. هيا يا أصدقاء. نعم، صلصة مملحة، حارة قليلاً كما كل الأطباق هنا. ربما كان من الأفضل سلقها في البداية لتكون أكثر لينا، لكن لا بأس. لا بأس، لنتابع.
هذه هي أوراق العنب الفيتنامية. لنرى ما بداخلها. شاهدوا معي. في داخلها لحم. لنتذوقها. هيا بنا. إن هذه توابل الكاري مع أوراق العنب وفلفل وطرخون. رائع. نوعان من الحبار، الأول والثاني. قالوا لي عن هذا إن نوعيته سيئة جداً. اكتبوا لي لو تعرفون لماذا هي سيئة. لم أسمع أبداً عن حبار سيء النوعية. لنبدأ بالنوعية السيئة. هيا بنا يا أصدقاء. لا طعم له، لا. حبار مشوي عادي في الحقيقة. أخيراً لدينا القريدس. إنه دسم وكبير الحجم. انظروا إليه، إنه مقلي بشكل احترافي. مطهو بشكل جيد جداً. دسم ولذيذ. أوبا. لذيذ فعلا. طعمه لا يضاهى ابدا. اشعر بالتخمة يا اصدقائي. وامامنا نصف السوق بعد. بما انني ما زلت استطيع الاكل، اقترح علي سام ونينك تجربة طبق اخر. لم افاجأ انهما اقترحا هذه المرة البيض ثانية، لكنه بيض حقيقي. ما المميز في هذا البيض؟ إنه بيض عادي حقاً. لا، هذا ليس بيضاً عادياً. في الداخل هناك حيوان صغير جداً في الداخل. في الداخل؟ إذن هذه بيضة مع فرخ في داخلها، صحيح؟ فرخ دجاج. نعم، مع بطة صغيرة جداً. هناك جنين كاد أن يولد تقريباً. ماذا سنفعل بها؟ هل ترى؟ هذه بطة في الداخل. بطة في داخلها. نعم، أنا أقطعها. هل ترى؟ ألا تريد أن تجرب؟ جربها. هل علي أن أبدأ؟ أنا مع مبدأ السيدات أولاً. أجل جرب أنت. حسناً. هذه بطة مقطعة. ما المميز في هذا؟ أخبريني، ما هو طعمها؟ إنه لذيذ للغاية. لينة جداً. حقاً. المعذرة. لا يمكن أن... هيا أكمل. أنقل لكم الطعم بالكلمات. انظروا، هذه هي العروق بداخلها. والأوعية الدموية. هذا الجزء أقسى. يجب أن أعترف أنه طبق لذيذ.
نحن نأكل هذا على الفطور صباحاً عادةً. كثيراً ما أطعمني جدي وجدتي هذا الطبق، إنه مفيد جداً. إنه طعام متوازن. متوازن جداً. كم مرة تتناولين هذا؟ مرة في الأسبوع؟ مرة في السنة؟ مرة في الشهر؟ عندما كنت صغيرة كنت آكل منها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أما الآن فأتناوله مرة أو اثنتين في الشهر كله. يتناول الفيتناميون طعامهم في العادة مجتمعين على مائدة واحدة للتسلية، وبسبب غياب القيود فإن مطبخهم متنوع للغاية. ما رأيكم بالأطباق المحلية؟ ماذا جربتم من قبل؟ وماذا تريدون أن تجربوا؟ اكتبوا لي في التعليقات، ولا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك بالقناة. معدتي الآن ممتلئة وسأكمل طريقي. إلى اللقاء يا أصدقاء.